النشاط اللي راه واقع في هذه الايام الاخيره في ما يسمى في المحيط المتيجي للعاصمه، وهذا النوع من الزلازل مخالف للزلازل اللي تعودتوا عليها تاع نقطه التقاء القارات والصفائح القاريه. نحن في منطقه يعني مائيه فيها عديد من وديان كبيره مائيه تحت الارض، منهم حمام الوان، حمام ريغا، حمام برواقية، وفيه أيضا أنهار باردة مثل الشلالات المختلفة اللي موجودة في المنطقة. ونظرا للتباين الحراري بين الصيف اللي كان سخون والشتاء اللي بدات الأمطار مبكرة، هذا التباين الحراري هو اللي خلى المياه الجوفية تتلاقى مع المياه الساخنة وتحدث عملية الضغط في الصخور وتنفجر هذه العملية على شكل هزات متفاوتة الخطورة كما تشاهدون. فهذا هو التفسير العلمي لهذه الظاهرة.